أنه معنا الآن من كندا اتصال جان. أهلا بيك من كندا. ألو، مرحبا. أهلا بيك. أهلا أخي جان، ازاي؟ كيفك دكتور وفا؟ خلي لي إياك. أنا بحب بلش بس أقول لك إنه هابي 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 بيرثداي لإلك، وإن شاء الله أنت مش بتضلك للمية والميتين سنة، إن شاء الله بتضلك معنا للألف سنة ونضلك شكرا بصحتك. لك، ممنون كثير أخي جان، شكرا لك. وبنفس الوقت دكتور وفا أو الأخت وفا، بالنسبة لي أخت أكثر من دكتور، فماني معود عليها. بحب بس اعرف انه هل يا ترى انت بتعملي مثلا بروجرام باللغه الانجلي مثلا او الفرنسي، او يعني اذا كان في بامريكا، لانه بعتقد هو المساج واصل للعرب. نحن اكزاكتلي ما عارفين يعني شو هي السيتويشن، اكزاكتلي عارفين شو هي السيتويشن. ممكن مثلا اذا كان في باليونايتد ستيت بروجرام بالانجلش لحتى يصحوا هالأذكياء اللي بأمريكا، ويصحوا يمكن بكندا كمان، لأنه نحن بعد بدهم شي كفين لحتى يفيقوا. عنا كتير ليبراليين بالحكومة، فممكن أنت تيجي لعنا على موريال أو على كندا لحتى تعطي كلمة. بظن أنه هيدا رح تكون خطوة كتير كبيرة وحلوة. شكرا لك أخي جان.